كيف نفهم إنسانية المسيح؟ وماذا يقصد الكتاب المقدس عن الطبيعتين في شخص واحد؟ ابقوا معي، سأتحدث عن هذا الموضوع بعد قليل. من مغاير الرعيان في من حقل الرعاة رح أتكلم عن إنسانية المسيح. اخترت هذا المكان لأنه الملائكة طبعا بشر الرعاة وقال لا تخافوا، ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. ومنسمع صداها لما جاء الملاك جبرائيل وتكلم مع القديسة مريم العذراء، قال الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله، والكلمة صار جسدا. اخترت أتكلم كمقدمة عن إنسانية المسيح لأنه ولد المسيح في ملء الزمان في بيت لحم، وتبشر أو الملائكة بشرت الرعاة بهذه الولادة العجيبة. من حقل الرعاة رح نروح إلى القدس حتى نستكمل حديثنا عن إنسانية يسوع المسيح.